حدثني وأفهمني واشرح لي وأسهب القول، وما رأيكم في بيان البرلمان الأوروبي ومش بس الردود بتاعة المجلسين ولكن حتى ردك عندما تدلي بدلوك كنائب عضو مجلس الشيوخ المصري؟ لا الحقيقة يعني الأمر اللي حضرتك بتتكلم فيه أمر شائك للغاية، لأن احنا بنتكلم النهاردة على بيان يصدر من البرلمان الأوروبي ومن مجموعة تمثل الأقلية داخل البرلمان وتنتمي إلى اليسار وحزب الخضر، وبتتكلم على أوضاع وهي أوضاع غير حقيقية بيصدقوا مجموعة من الأخبار ومن التقارير ومن المعلومات من مصادر لا تمت الحقيقة بصلة. فيصدر بيان بهذا الشكل، وبالتبعية الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بتدافع عن سيادتها وعن حقها. فالنهاردة شفنا الموقف اللي صدر من مجلس النواب المصري، واليوم مجلس الشيوخ المصري والمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق يتلو بيانا يعبر عن استياء مجلس الشيوخ من هذا التدخل الواضح والصريح في السيادة المصرية. بل اللي طلعنا بيه البيان اللي صادر عن البرلمان الأوروبي، خلينا نقول إن هذا البيان في البداية طبعا هو والعدم سواء، لأنه يعني ولا البرلمان الأوروبي له سلطة على الدولة المصرية أو تدخل في هذه الشؤون الداخلية.